للمزيد من التعليق حول هذا الموضوع والإحاطة حول ما يجري هنالك في أثينا ينضم إلي مراسل القاهرة الإخبارية عبد الستار بركات. مراسل القاهرة الإخبارية عبد الستار بركات، كيف هو الوضع لديك اليوم في أثينا بعد هذا الخبر والحديث عن الهجرة غير الشرعية اليوم يا عبد الستار؟ يعني يتزايد يوما بعد يوم، هل هنالك بين السطور شيء لدى اليونان تريده من الاتحاد الأوروبي بموضوع الهجرة غير الشرعية، أم أنه أن الأمر هو حادث عرضي أمني يجري بين الفينة والأخرى؟ نعم رعد، بعد التحية، ملف الهجرة غير الشرعية ملف شائك وما زال يؤرق السلطات اليونانية وخفر السواحل اليونانية باستمرار، ويكبد السلطات والشعب اليوناني المزيد من الأموال، ولذلك تحاول اليونان أن تبني سياج على الحدود وأن تزيد من قوات خفر السواحل في الجزر اليونانية المتناثرة في بحر إيجا، والتي تستقبل يعني عشرات الزوارق البحرية والقوارب التي تحمل يعني مهاجرين غير شرعيين. أشير إلى أن في بالنسبة لهذا الحدث الذي حصل بالأمس، أن خفر السواحل رصد هذين الزورقين، كانوا يجريان بسرعة كبيرة جدا، وتم استخدام إشارات ضوئية وصوتية حتى تم إيقافهم، وتم توقيف أو اعتقال 3 مهربين على متن الزورقين، وأيضا توقيف 37 مهاجر غير شرعي في جزيرة كوس القريبة من تركيا، هي تقع في بحر إيجا. أشير إلى أن خلال الأيام الأخيرة أو خلال الفترة الأخيرة، عندما رأى تجار البشر أن اليونان تحاول السيطرة على الوضع في بحر إيجا، يحاولون سلك طريق آخر عن طريق البحر اليائوني والاتجاه إلى إيطاليا، وهذا الطريق طبعا هو يعني تهديد كبير جدا، ويغرق فيه الكثير من المهاجرين غير الشرعيين. أشير إلى أن أيضا العديد من الرحلات على متن الزوارق والقوارب قد تختفي ولا نسمع عنها شيء، يعني نحن نسمع عن هذه القوارب لأن السلطات اليونانية تم أوقفت هذه الزوارق وتم رصدهما، ولكن هناك العديد من القوارب تسير باتجاهات مختلفة وفي أماكن وفي أوقات مختلفة من الليل، ولا يتم ضبطهما، ولذلك يعني هم مهددون بالخطر. اليونان فعلا تطالب الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في هذا الملف والوقوف بجانب اليونان في صد هذا الملف، وايضا اشير الى ان وزير النقل البحري نعم عبد الستار، كنت اتمنى ان استمر معك اليوناني، ولكن الوقت يداهمني. عبد الستار بركات، وافر شكري لك لهذه الاحاطه حول موضوع الهجره غير الشرعيه والقوارب هناك في اليونان. شكرا جزيلا لك مراسل القاهره الاخباريه عبد الستار بركات، كنت معي من اثينا، شكرا لك.